جاها مرابط حصلها دوخة و سقوط في أرضية الملعب لدوخة. هذه فيها حديث مع الفار ما بين حكم المباراة وما بين مرابط في اللقطة الماضية، اشتراك ما بينه وما بين دوخة. هذه اللقطة اللي وصلت إلى دوخة وهذا ارتقاء مرابط. الله يا مرابط، يعني فيها وعليها فيها وعليها. هذه حكم المباراة راح يرجع فيها للفار. بعض الحكام ممكن يشر البطاقة الحمراء على هذه اللقطات. حكم المباراة الألماني يتحدث مع حكام الفيديو، هل كانت عفوية، هل كانت طبيعية من مرابط أم كانت مستقصدة في اللقطة الماضية. حديث حكم المباراة وحكام الفيديو، وبالتأكيد سينتظر القرار. في هناك بكاري قسامة الكامبي طبعا القادم من القارة الأفريقية، وهو طبعا حكم أفريقي مميز، قادة نهائي أيضا بطولة الأفريقية للأندية. الكرة إلى إذا عودة للفيديو، حكم المباراة بنفسه سيعود. أعتقد بأن بكاري قسامة طلب منا العودة، طلب منا العودة بعد أن تحدث معه في اللقطة السابقة. لقطة بالتأكيد بأن تهم النصراويين كلهم، لقطة تهم النصراويين كلهم. هم عارفين أن الجاية ديربي مع الهلال، غياب مرابط في المباراة القادمة من أمام الهلال بالتأكيد بأن مشكلة كبيرة. إذا ما حدث ذلك الآن الترقب، الترقب والانتظار. اللقطة من حكم المباراة يتابع فيها ويشاهد في الفار، وأيضا ينتظر في المباشر لأن في الملعب أيضا في حديث أيضا ما بين اللاعبين. لكن حكم المباراة يريد أن يشاهد اللقطة، يريد أن يتابعها، يريد أن ينظر إلى لقطة مرابط ودوخة في اللعبة الماضية. الآن سننتظر بعد أن شاهد القرار حكم المباراة، هل بطاقة صفراء في اللقطة الماضية أم بطاقة حمراء. سننتظر وسنترقب. حكم المباراة يشير بطاقة صفراء على مرابط، نعم بطاقة صفراء على مرابط، بطاقة صفراء بالمجان بالتأكيد على مرابط بالمجان. دوخة دوخة دوخة، صلي على النبي، صلي على النبي يا دوخة، صلي على النبي يا دوخة. لا والله زعلان، زعلان دوخة، غاضب جدا. من اللي يقدر يهدي دوخة الآن؟ دوخة غاضب جدا على قرار حكم المباراة. اهدى يا دوخة، صلي على النبي يا دوخة، صلي على النبي، صلي على النبي. الأمور بالتأكيد بأنها بغضب كبير، لأن كان في تدخل ما بينه وما بين مرابط في اللعبة الماضية. الجماهير كلها في حالة غضب، دوخة في حالة غضب أيضا هو الآخر على حكم المباراة وعلى مرابط بالتحديد. مرابط تحصل على بطاقة صفراء، القرار لم يعجب عز الدين دوخة. دوخة نعم، دوخة يتحدث بأن كان في تدخل قوي في اللقطة الماضية من مرابط، كان في لعب من غير الكرة من مرابط باتجاهها. كان بالتأكيد بأن يطالب بأن مرابط كان يستحق الحصول على البطاقة الحمراء. هذا بالتأكيد بأن حديث دوخة، وبالتأكيد بأن هي الفكرة اللي يتحدث عنها دوخة بعد هذه اللقطة. والله بالمجان مرابط أعتقد بأن ما كان لها داعي هذه اللقطة. لكن على كل حال هو حكم المباراة رجع للفار، وحكم المباراة أعطى البطاقة الصفراء على مرابط. الأمور تستمر. عز الدين دوخة ولقطة كانت بالتأكيد بأنها خارجة عن النص، والأمور تعود الآن من جديد. الكرة تعود للدوران، خرجوا